نقشبندی صاحب تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا صلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر السابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله.